السلام عليكم. إن شاء الله سنقوم بتمرين خاص بالسلم، ويهم المستوى الخامس وأيضا المستوى السادس. إذا على خريطة بسلم 1/400,000 تقع مدينة في مستطيل بعده 1.5 متر على 2.5 متر، وعلى خريطة أخرى مثلت نفس المدينة بمستطيل بعده 3 متر على 5 متر. ما هو سلم هذه الخريطة؟ إذا غادي نخدمو في الخريطة 1 ثم أيضا في الخريطة 2، ونتكلم على نفس المدينة. إذا نفس المدينة لا تتغير، إذن البعدان الحقيقيين ما غاديش يتبدلوا. غنخدمو في الخريطة الأولى، إذا الخريطة 1، إذا السلم هو 1/400,000، والبعدان L، إذا الطول يساوي ماذا؟ 2.5 متر، والعرض يساوي 1.5 متر، لأننا كنتكلمو على مستطيل. إذا 2.5 متر نحولها إلى سنتيمتر، لأن خص تكون عندنا نحترمو نفس الوحدة، وحدة القياس سنتيمتر، لأن هذا السلم واخا كيبان لك هنا ما فيهش سنتيمتر، راه فيه سنتيمتر، واخا ما مكتوباش هنا وحدة القياس، لأن دائما السلم عندنا 1 على، فيما شتيش السلم كتلقى 1 على في البسط، على ما على واحد العدد، لأن 1 سنتيمتر في الخريطة أو في التصميم، وما يناسبها المقام هنايا يناسبها في الحقيقة، هاكا تكتب السلم. إذا السلم يساوي هاد العدد، إذا غادي نحولو هي 150 سنتيمتر، داكشي باش خصنا نحولو كلشي إلى سنتيمتر. إذا غادي نشوفو دابا البعدان الحقيقيان للمدينة، البعدان الحقيقيان حيت عندنا السلم للمدينة. للمدينة لأن هاد الخريطة فيها السلم، وعطونا البعدان ديالها في الخريطة، وزين غنقلبو على البعدان في الحقيقة. إذا 1 سنتيمتر بالنسبة للسلم كتوازيها 400 سنتيمتر في الحقيقة. إذا غادي نشوفو هاد 250، هاد الطول ماذا يناسبه؟ 250 سنتيمتر ماذا يناسبه؟ غادي نقلبو، دونك العلاقة الثلاثية. إذا هنا 250 سنتيمتر في 400,000، 400,000 سنتيمتر، إذن دائما قسمة 1، شحال كتعطيني؟ كتعطيني 4 × 25 هي 100، كما كنحسب الأصفار 3 و3، دونك 6 الأصفار، إذن 100 مليون سنتيمتر. وإلا بغينا نحلوه ونشوفو شحال من الكيلومتر، هي 1000 كيلومتر في الحقيقة. إذن هذا الطول الحقيقي، الطول الحقيقي، داكوغ. احنا لقينا الطول الحقيقي، دابا غنشوفو العرض الحقيقي. عندنا 1 سنتيمتر بالنسبة للسلم ماذا يمثل؟ 400,000 سنتيمتر في الحقيقة. إذا غادي نشوفو داك العرض اللي هو 150 سنتيمتر اللي حولناه بالسنتيمتر، ماذا يناسبه في الحقيقة؟ كنديرو العلاقة الثلاثية، دونك هي غنضربو هذا 150 × 400,000 قسمة 1 سنتيمتر، إذا كم يساوي؟ إذا غادي نضربو 15 × 4 هي 60، ثم نضيفو الأصفار 3 6، دونك 6 الأصفار، دونك هي 60 مليون سنتيمتر. وإلا بغينا نحولو بالكيلومتر ماذا يساوي؟ يساوي 600 كيلومتر. إذا هذا هو العرض الحقيقي، هذا العرض الحقيقي، متفقين؟ صافي، حنا لقينا البعدان الحقيقيان، الطول الحقيقي والعرض الحقيقي. غنمشيو للخريطة الثانية، خريطة 2. اشنو عطاونا؟ عطاونا الطول ثم العرض، وخصنا نبحثو على شنو عطاونا في الطول والعرض. عطاونا 5 متر في الطول وثلاثة متر في العرض، خصنا نبحثو على سلم التصميم، سلم الخريطة، سلم في الخريطة، السلم ديالها. إذا 5 متر كم تساوي من السنتيمتر؟ هي 500 سنتيمتر، وثلاثة متر كتساوي 300 سنتيمتر، إذا بالتحويلات. إذا سنبحث على السلم. عندنا دابا البعدان الحقيقيان ديال المدينة، لأن المدينة لا تتغير غير على حسب كل خريطة وكيفاش تحطات فيها
ديك المدينة على حسب السلم. إذا السلم ديال الخريطة الأولى هي 1/400، حنا دابا الخريطة الثانية كنقلبوا لها على السلم ديالها باش غادي نحطوا هاد البعدان. باش تحطوا البعدان اللي كاينين في الخريطة كنبحثوا دابا على السلم. إذا شنو غادي ندير؟ المسافة نكتب مسافة على الخريطة، نصوب جدول خريطة اثنان بسنتيمتر بسنتيمتر، ثم المسافة الحقيقية بسنتيمتر. إذا المسافة على الخريطة هما داك الطول والعرض اللي لقينا، هو هاد الطول هي 500 سنتيمتر ياك، ما يناسبها في الحقيقة شنو هي؟ هي 100 مليون سنتيمتر، لأن المدينة تتغير، نفس المدينة كنهضرو عليها داكوغ، هي ردو البال أصفر بزاف. يا إما نخدم بهاكا ديريكتومون ندير واحد هنايا ونلقى، أو لا نخدمو كاع بيهم بجوج الطول والعرض، ما يناسبه هو 60 مليون داكوغ في الحقيقة داكوغ. إذا غادي نقلبو على 1 سنتيمتر ما يناسبه، 1 سنتيمتر ما يناسبه، صافي باش نلقاو. دابا كنبحثو على المقام ديال السلم من خلال هاد العرض او الطول، نقدروا نلقاوه. اذا هنا الرابع المتناسب شنو هو؟ كيفاش غنلقاو هاد الرابع المتناسب؟ يا اما نخدم بهاد جوج وهاد ربعه هكا، او لا نخدم بهادو، هاد واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا الرابع المتناسب يعني أنا غنخدمو بهادو بهادو اللي قراب. دونك هي ماذا؟ هي واحد في 60 مليون، واحد في 60 مليون قسمة 300. إذا خصني نلقى نفس الشيء، حيت السلم هو معامل تناسبية أصلا. إذا هنا واحد نفس العدد، غادي نختزلو بجوج الأصفار. أش بقى لي هنا؟ غنقسم 6 على 3 هي 2، ونضيف هاد الأصفار شحال بقى عندي؟ 1 2 3 4 5 الأصفار. إذا 1 2 3 4 5 سنتيمتر. ونفس الطريقة الأخرى غادي نخدم بهذا، واحد في 100 مليون قسمة 500، ونفس الشيء خصنا نلقى نفس العدد. إذا هنايا 10 قسمة 5 هي 2، هي شحال بقى لي من الأصفار؟ 1 2 3 4 5، إذا 5 أصفار. إذا ها حنا لقيناهم بجوج نفس العدد. إذا كشي باش قلت لكم، يا إما نقدروا نكتفوا غير بالطول ونخدم به، أولا بالعرض بحال بحال. أنا درتهم لكم كاملين باش نفهموا. إذا هنايا 200 ألف، دونك أش غادي ندير هنايا؟ غنعمرها ب 200 ألف سنتيمتر. إذا 1 سنتيمتر يناسبها 200 ألف سنتيمتر. ها حنا دابا وصلنا للسلم، صافي. إذا السلم عرفنا 1 سنتيمتر شحال كيناسبها. إذا السلم في الخريطة هو يساوي في الخريطة الثانية هو 1، إذا السلم هو 1/200 ألف، وما كنكتبوش السنتيمتر هنايا، ما كنكتبوش السنتيمتر واخا هما راه كاينين داكوغ. إذا السلم في الخريطة الثانية هو 1/200 ألف. كنتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا التمرين، والسلام عليكم إلى درس آخر إن شاء الله.